في إطار الاحتفال بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية، نظمت مدرسة الوجود الخاصة حفل تكريم للفنان والمجاهد الراحل رابح درياسة لما قدمه من تضحيات في سبيل الوطن. تغطية رؤوف مزيان. اليوم نظمنا الحفلة تاع أول نوفمبر، ذكرى أول نوفمبر 1954، ومنها قيدنا بالنشيد الوطني بالتجنيد. هذا هو الهدف تاعنا اللي درناه اليوم، إحياء ذكرى الشهداء الأبرار، ومنها التكريم للراحل المجاهد الفنان القدير رابح درياسة الله يرحمه. كان ما كانش عندنا الحظ نكرموه وهو حي، أمزية اللي صبنا وليده عبده كرمناه في مكان أبو، يعني كمنا بها نشرفوا بها وليد المدينة نتاعنا، وليد الحي نتاعنا، يعني هو أولى، وتكرم من طرف مدرسة خاصة وفي إيفينمون تاع 1 نوفمبر، يعني فيه اللي نقدروا نديروا حفلات تاع الشهداء. 5 جويلية أعياد وطنية ما نقدروش، يكونوا دراري فاكونس، يعني عندنا غير تاع اللي نديروا فيها 1 نوفمبر فقط ويوم الشهيد. يعني الخالدة هي أول نوفمبر اللي عملتها مدرسة الوجود في مدينة البليدة، كان لنا الشرف أن نكونوا محظوظين باش نكونوا من هذا من هذو الناس اللي دعوهم أولا هذا لأول نوفمبر، وثانيا عملوا كما راكم تشوفوا يعني تكريم للوالد الله يرحمه، ونشكرهم وإن شاء الله نتمنى لهم كل النجاح في هذا المشوار الثقافي والتربوي. شكرا. مشكورين ومشكورين، نشكروا مدرسة الوجود اللي على رأسها الأخت نوال بن دالي وخويا يونس ثاني، وعلى هذه المبادرة القيمة المؤسسة، المبادرة القيمة اللي قاموا بها بمناسبة أول نوفمبر. أول نوفمبر هي ذكرى خالدة في قلوب الجزائريين كلهم، وهما داروا مبادرة هذه، وبالمناسبة زادوا تفكروا المرحوم الحاج رابح درياسة ربي يرحمه وداروا عليه تكريما، وهذا عرفانا وتقديرا لشخصيته الفذة. ونشكر كل من ساهم في هذا الحفل وهذا هذا التنظيم، وإن شاء الله تكون مبادرة طيبة